ده بيكون الشخص حاسس فيه ان هو متساب ومتروك، يعني ما فيش حد معاه وهو لوحده وعلى راسه خالص في القصه. فالاحساس بالوحده هو ده من اهم الاحاسيس اللي محتاج فيها الشخص، انه اذا قدرنا نتجاوزها نقدر نساعده بصوره كبيره، لان في مرات في خسارات احنا ما نقدرش نتدخل فيها. صحيح. يعني خساره فقدان الاحبه، خساره الوفاه، خساره الامراض المزمنه، خساره الامراض الميؤوس منها. في حاجات ما مش هنقدر نعمل فيها حاجه غير ان احنا ندعم الشخص ونكون موجودين حواليه. وده اللي عمله يسوع لما كان بيطلب من التلاميذ فكره ان هم يسهروا معاه ساعه في وسط الليله الاخيره اللي كان بيمر بيها. وده اللي كان منتظره ايوب من الرفاق اللي كانوا بييجوا يزوروه. الكتاب بيأكد انه الناس المحيطه بالشخص المتألم عليها دور كبير ان هي تساعده ان هو يجتاز المسيره بتاعه الالم بتاعه. يعني مجرد التواجد بس جنب الانسان في وقت التجربه ده يكفي. يعني حتى لو الانسان ما اتكلمش، لو ما قالش كلمه، لان احيانا احنا بنحب نتكلم لكن للاسف زي ما الكتاب المقدس بيقول معزون متعبون، احيانا بكلامنا اللي احنا بنقوله بيتعبوا اكتر ما بيريح. فالتواجد نفسه ده بيفرق. احنا بنحب نتكلم ونوعظ علشان احنا بيبقى ساعات عندنا رغبه ان احنا نشارك خبرتنا او نشارك معلومه عندنا عند الشخص الثاني، واحنا مش مدركين انه القيمه العظمى هي في التواجد مع الشخص الثاني. صحيح. القيمه العظمى هي في الجلوس الى جواره، القيمه العظمى هي في البكاء معه. يعني احنا مش لازم نعلم بعض حاجه في اوقات الصعبه، التعليم هيجي بعدين، ومعرفه الايات الجديده ومعرفه ايه اللي كان المفروض يحصل هيجي بعدين، لكن في الوقت الصعب بتاع المشاعر احنا بنحتاج ان احنا نسمع بعض. غير التواجد ايه يا دكتور؟ يعني ندعمه نفسيا ازاي تاني؟ غير ان انا اكون معاه مثلا. اولا نمره واحد نقعد معاه، نمره اثنين ما نحجرش على مشاعره. يعني اذا جه حد قال انا حزين ومتالم انا حاسس بيك، لا مش المفروض تحزن، انت راجل مؤمن، المؤمن ما بيحزنش. ودي عندنا اشكاليه كبيره في الوسط الكنسي ان احنا مفترضين انه فرح ان افرح بالرب كل حين، يعني احنا المفروض نمشي نضحك طول النهار. لا، احنا ممكن نبكي ونعيط ونتضايق ونزعل ونكتئب، وده ما يكونش ابدا ضد الايمان. السيد المسيح نفسه بكى على قبر العازر. انا مش عارف احنا ليه بنربط ما بين انه اكون فرحان وما اكون مؤمن، اكون زعلان ابقى مش مؤمن. الربطه دي مش مظبوطه. لازم نمره واحد نقبل المشاعر كلها، يعني اي حد يجينا باي شعور ما، اذا كان حزن، كآبه، غضب، ضيق، انزعاج. تمام. كل المشاعر مقبوله. صحيح. لانه في النهايه محدش مسؤول عن وجودها، يعني احنا مسؤولين عن اللي هيحصل بعد كده، لكن وجودها نفسه هو مقبول. انا بشكر حضرتك جدا. ما بيرفضهاش، يعني الكتاب بيقول اغضبه لكن لا تخطئه. دكتور ماجد عزمي استشاري الصحة النفسية، شكرا جزيلا لمشاركة حضرتك معنا، وجودك بالتأكيد فرق معنا النهارده.